شارع المتنبي، فضاء معرفة يوحد العراقيين. يعود هذا الشارع الواقع في قلب بغداد بمنطقة يطلق عليها اسم القشلة إلى أواخر العصر العباسي. اشتهر منذ ذلك الحين بازدهار مكتباته واحتضانه أعرق المؤسسات الثقافية، وقد أطلق عليه اسم المتنبي عام 1932 تيمناً بشاعر الحكمة والشجاعة أبو الطيب المتنبي. شارع المتنبي صراحة كل يوم من أيام الأسبوع عنده ميزة. يوم الجمعة مثلاً يعني تحدث فيه فعاليات جداً كبيرة، يعني ما ممكن أن نحصرها بكلام صغير، يعني ما بينها العزف، احتفالات، مهرجانات، رسم، قراء الكتب، هواة الطابعات، هواة النقود القديمة، هواة الأنتيكات، يعني أمور كثيرة. تحول الشارع أوائل التسعينيات إلى ملتقاً للمثقفين كل يوم جمعة، حيث يتم عرض آلاف الكتب وتنتشر فيه مكتبات الرصيف. يبدأ الشارع الذي يمتد لأقل من كيلومتر بتمثال للمتنبي مطل على نهر دجلة، وينتهي بقوس بارتفاع حوالي 10 أمتار نقش عليه أشهر أبيات الشاعر المتنبي. شارع المتنبي رئة ثقافية وملاذ آمن يحتاجه المثقف العراقي، وأصبح خلال السنوات الأخيرة إلى منبر مدني مفتوح للقاء جميع الباحثين عن الكتاب الجديد وعن القراءة وعن الثقافة. تباع في شارع المتنبي الذي تحيط بجانبيه أبنية تراثية كافة أنواع الكتب، وعلى رأسها السياسية والاجتماعية والتاريخية، كما تباع القرطاسية والأقراص المدمجة والنظارات الطبية والخرائط وحتى الألعاب الصغيرة. دا شوف الأخبار كلش كبير على شارع المتنبي، ومن الفئات العمرية يعني الشبابية والفئات العمرية الكبيرة بالسن، فهذا الشيء كلش حلو. أسعار الكتب هي حاليا يمكن نقدر نقول إن هي مو مهمة، تعرف ليش؟ لأنه إحنا حاليا دا نشوف القراءة بالكتب الإلكترونية، فلاحظ ناس على الكتب يعني متجاوز 30,000، بالنسبة لمحبي القراءة هذا الشيء كلش زهيد بالنسبة للكتاب. تعرض شارع المتنبي لهجوم بسيارة مفخخة عام 2007، والتهمت الحرائق مكتبات الشارع الذي تحول إلى ركام وأنقاض. أعيد افتتاحه عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ ظل شارع المتنبي يعج بالباحثين عن متنفس يستبدلون في مكتباته ومقاهيه أخبار العنف بأخبار الثقافة والمجتمع.